بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم ابنائي الطلاب، طلاب بريب 1، مع حصه جديده من حصص مستر ساينس مع مستر شريف الهواري. طبعا كالعاده ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناه اللي انتم بتشوفوها دلوقتي، وتابعوا صفحه مستر ساينس على الفيسبوك، وطبعا عشان تعرفوا كل اخبار الحصص بتاعتنا ومواعيد الحصص على طبعا صفحه الفيس كلها، في طبعا في جدول موجود تقدر تتابع منه الدروس بتاعتك، وتتابع معايا كل اسبوع ان شاء الله. كمان في لينك بيكون موجود لاختبار، بس طبعا اهم حاجه تكون شفت الفيديو وكتبت لي تم اللي انت شفت الفيديو او تابعت الفيديو. اكتب لي اي تعليق اعرف اللي انت تابعت الفيديو من خلال. تعالوا بقى يا اولاد مع بعض نتكلم عن الجزء الثالث من الدرس بتاعنا، بارت نمبر 3 يونت 1 ليسن 2. كنا اخر حاجه اتكلمنا عنها تايبس اوف موليكيولز. طبعا ما ينفعش تشوف الفيديو ده الا لو كنت شفت الفيديوهات اللي فاتت، فطبعا كل اللينكات موجودة تحت الفيديو ده تقدر تعرف منها كل الأخبار بتاعتنا وكل اللينكات الخاصة بمستر ساينس. طيب يا مستر، احنا عرفنا يعني تايبس اوف مولكيولز، عرفنا يعني element، وعرفنا يعني compound، وعرفنا الاكزامبلز اللي احنا شفناها دول. طيب تعالوا بقى نتكلم شوية عن الاليمنتس ديت. نتكلم عن الاليمنت. العلماء لقوا يا ولاد ان الاليمنتس اللي هو العنصر يعني سواء ايرون، جولد، سيلفر، اكسجين، نيتروجين، اي اليمنت موجود في حياتنا، دول مالهم يا اولاد؟ طبعا بيكونوا في منهم يا اما يكون مونو اتوميك. يعني ايه مونو اتوميك؟ يعني الاليمنت بيتكون من اتوم واحده. ازاي يا مستر؟ طيب بصوا كده نفهمها بالراحه. اللي هم الاول يعني ايه مونو اتوميك اليمنتس؟ they are elements their molecules consist of one atom. يعني هي اليمنتس يا اولاد الموليكيول بتاعها هو عباره عن اتوم واحد. تعالوا كده ازاي. مثلا الجولد، الذهب، ادي قطعه الذهب فيها ايه من جوه؟ فيها موليكيولز. طب يا مستر الموليكيولز دي اعملهم بعيد عن بعض ولا قريبه من بعض؟ هزعل منك، احنا اتفقنا ان هم السوليد، والسوليد بيكونوا ايه؟ يا مستر انتر موليكيولر سبيسز فيري فيري تايني سبيسز، يعني مسافات صغيره جدا، تمام؟ والاتراكشن فورس فيري سترونج، بالظبط ماسكين في بعضه، حديد سوري دهب او جولد بيكونوا سوليد يعني قصدي. طيب طلع بقى ان الموليكيول الواحد في المونو اتوميك اليمنتس دول بيتكون من وان اتوم. يعني لو مسكت دهب هتشوف الموليكيولز بتاعته، مثلا لو هنفرض كده يعني، وكل موليكيول هتلاقي فيه اتوم واحده من الجولد، جولد اتوم، جولد اتوم، ذره الدهب اهي. فهمنا يا مستر، هم دول بقى المونو اتوميك اليمنتس. ايوه اللي هم ايه؟ they are elements their molecules consist of. الموليكيول بيتكون من only one atom. في منهم ثلاث اشكال، في منهم ثلاث اشكال، يا اما تلاقي منهم سوليدز زي الايرون والجولد اللي احنا اتكلمنا عنه والصوديوم والكبر. كل السوليدز عندهم كام اتوم؟ وان اتوم في الموليكيول بتاعه. طيب في منهم ليكويدز يا مستر، يعني في اليمنتس ليكويد يكون الموليكيول بيتكون من اتوم واحده، اللي هو مين عندنا؟ شله الميركوري. يعني انت لو عندك الزئبق بتاع التربومتر ده حطيته هنا كده، اهو ادي ميركوري، اهو هيتكون من موليكيولز. مش ملاحظين حاجه؟ يا مستر ملاحظين ان الموليكيولز بعيد عن بعضها شويه لان هي ليكويد. برافو عليك. والموليكيولز ديت الاتراكشن فورس ضعيفه طبعا بدليل ان هم بعاد عن بعض. طلع ايه بقى كمان؟ ان الموليكيول ده من جواه في 1 ميركوري اتوم، ذره ميركوري اللي هي الزئبق يعني يا اولاد، واحده. فسميناه عشان كده ايه؟ مونو اتوميك اليمنت، سواء كان سوليد اور ليكويد. Their molecules consist only of one atom. الموليكيول بتتكون من اتوم واحده بس. في منهم جاسس يا مستر؟ طبعا في منهم جاسس. يعني لو انت عندك، طبعا هنا خلاص عرفنا الاكزامبل الوحيد يا ولاد الميركوري، تمام كده. في منهم جاسس بقى زي مين؟ زي الهيليوم والنيون والارجون، دول لازم تحفظهم مهمين جدا، اللي هم بيسموهم باسم انرت جاسس. انرت جاسس يعني غازات خامله. خامله يعني ايه يا ولاد؟ كسلانه، يعني هنعرف بعدين ان شاء الله، اللي هي ما بتتفاعلش مع جاسس ثانيه، عشان كده بيحطوها في اللمبات اللي خدتوها السنه اللي فاتت في مصابيح الكهرباء، الارجون لو تفتكروا. فبيسموه باسم مونو اتوميك اليمنتس. ليه سموناه مونو اتوميك؟ لو جالك في الامتحان هتقول له بيكوز ذير موليكيول كونسيست اونلي اوف وان اتوم. لان لو معايا مثلا تيوب كده، او ثانيه واحده،
لو معايا مثلا تيوب وانا حاطط فيها ارجون جاز قافل عليه اهو، الجاز ده بيتكون من ايه؟ من موليكيولز. مش ملاحظين حاجه؟ اه يا مستر، ده انت حضرتك باعد المسافات قوي، برافو عليك، عشان هي جاز. اهو الارجون موليكيول ده، الدايره الواحده دي بتتكون من جواها من كام اتوم؟ من اتوم واحده بس، اللي هي الاتوم، اللي هي الارجون اتوم. فهمنا كده بس؟ يعني يعني المونو اتوميك اليمنتس، ذي ار اليمنتس ذير موليكيولز كونسيست اونلي اوف وان اتوم. الاليمنتس بتتكون من اتوم واحده بس الموليكيول بتاعها، في منها سوليد، في منها ليكويد، في منها جاسز. لازم تبقى حافظ الاكزامبلز، ممكن يجي لك في الامتحان يقول لك ايه، فروم ليكويد اليمنتس ويتش كونسيست اوف اونلي وان اتوم، او اتس موليكيول كونسيست اونلي وان اتوم. مين الليكويد اليمنت اللي الموليكيول بتاعه بيتكون من اتوم واحده؟ ادم اتوم واحده يبقى الميركوري. طب مين الجاس، مين الجاسيس اليمنت اللي الموليكيولز بتاعتها بتتكون من اتوم واحده؟ اكيد هيليوم او نيون او ارجون. فهمنا يا ولاد؟ طب مين الاليمنتس اللي دايما بتكون الموليكيولز بتاعتها كونسيست اونلي اوف وان اتوم؟ السوليدز طبعا، ايرون، جولد، سيلفر، قول اللي انت عايزه في السوليدز. طب في بقى داي اتوميك، في داي اتوميك اليمنتس. يعني ايه داي؟ يعني اتنين. يعني الاليمنت ديت او الاليمنتس ديت الموليكيول بتاعها كونسيست اوف تو اتومز، بيتكون من كونسيست اوف تو اتومز. يبقى اسمع ديفينيشن، جيف وات سوري ساينتفك تيرم، ذي ار اليمنتس ذير موليكيولز كونسيست اوف تو اتومز. مين هما الداي اتوميك اليمنتس؟ في منهم سوليدز، اوعى، في منهم ليكويدز، وفي منهم جاسز بس. طب مين يا مستر الليكويد اللي بيتكون الموليكيول بتاعه من تو اتومز؟ البرومين يا ولاد، اللي بنرمز له بالرمز بي ار. عشان كده لما نيجي نكتبه لازم نكتبه بي ار 2. ليه؟ لان الموليكيول بيتكون من تو اتومز. تعالوا نرسمها مع بعض كده يا ولاد زي ما عملنا في اللي فاتوا. ادي البرومين مثلا، ده عباره عن ريد ليكويد كده هتشوفوه دلوقتي، تمام كده بالظبط. هتلاقوا عباره عن موليكيولز اهي. الموليكيولز دي مالها؟ طبعا بتكون نير تو اتش اذر، يعني مسافات يعني مش قريبه قوي، لان هي ليكويد ستيت. الموليكيول الواحد بيتكون من كام اتوم؟ بيتكون من تو اتومز، يعني دي برومين اتوم ودي كمان، ودي برومين اتوم ودي كمان واحده، واهو وبالمنظر ده يا ولاد على طول. يبقى معنى كده يا مستر ان الداي اتوميك اليمنت اللي هم اليمنتس ذير موليكيول كونسيست اوف تو اتومز، الموليكيولز بتتكون من تو اتومز. مين الليكويد ستيت اللي مثال على الداي اتوميك اليمنت؟ البرومين. طب مين الليكويد اليمنت اللي هو مثال على مونو اتوميك؟ اللي هو طبعا الميركوري. فاهم كده؟ يبقى ممكن يجي لك في الامتحان يقول لك ايه، فروم ليكويدز، تمام، ذا موليكيولز كونسيست اوف تو اتومز. مين الليكويد اللي بيتكون الموليكيول بتاعه من تو اتومز؟ هتروح قايل لي برومين، وبيتكتب بي ار 2. لكن الميركوري ده يا ولاد اتش جي بس، مش ملاحظين الرمز؟ ما قلتش اتش جي 2 لان الموليكيول كونسيست اونلي اوف وان ايه، اتوم واحده بس. طيب مين بقى الداي اتوميك اليمنتس اللي هم جاس ستيت؟ احنا قلنا ما فيش سوليد خلاص. الجاس ستيت زي مثلا الكلورين، رمزه سي ال، لكن بيتكتب ازاي؟ سي ال 2. الاكسجين رمزه او، ده السيمبل بتاعه، الرمز بتاعه، لكن بيتكتب ازاي؟ او 2. يعني الاكسجين لو انت حابس اكسجين كده في التيوب دي بيتكون من موليكيولز، كل موليكيول فيها كام اتوم؟ 2 اكسجين اتومز، 2 طبعا يكونوا سيميلر لان هو اليمنت. النيتروجين رمزه ان، طب بيتكون من كام اتوم؟ ان 2. الهيدروجين يعني طبعا الجاسس اللي احنا عارفينها مشهوره كلها يا اولاد، الاكسجين والنيتروجين والهيدروجين والكلورين، دول كلهم بيكونوا داي اتوميك اليمنتس، داي اتوميك اليمنتس. لكن الاليمنتس اللي هي الجاسس اللي هي هيليوم ونيون وارجون اللي هم بيقولوا عليهم انرت جاس، بنسميهم انرت جاس، دول بيكونوا مونو اتوميك اليمنتس. طيب يا رب نحفظهم كويس ونحفظ الامثله دي كويس جدا لان هي مهمه جدا يا اولاد. تعالوا بقى خلصنا من اليمنتس، تعالوا نشوف الكومباوند. الكومباوند بقى يقول لك انا ممكن اكون سوليد عادي خالص، ممكن اكون ليكويد، ممكن اكون جاس، مش فارقه معايا. يعني الكومباوند مي بي سوليد، مي بي ليكويد، مي بي جاس. طب كويس قوي. طب ايه كمان الكومباوند معلوماتنا عنك؟ ان هو الكومباوند ميد اب اوف ديفرنت اليمنتس. انا جبت اليمنت حطيته على اليمنت تاني، سخنت، عملت اي رياكشن، طلعت لي ماده جديده. فالماده دي اسمها ايه دلوقتي يا اولاد؟ كومباوند. تمام كده؟ يبقى دي اسمها كومباوند. يعني طب نشوف مثال. هنا بيسالك بيقول لك هاو ماني اليمنتس ان هاو ماني اليمنتس اند اتومز. دي ماده اسمها صوديوم، اسمها كده صوديوم سلفيت. سيبكم الاسم دلوقتي،
انا عايز اعرف فيها كام element وفيها كام atom. تقول لي مثلا هعرف ازاي؟ ركز بقى معايا عشان دي هنحل عليها دلوقتي كتير. عد الكابيتال letters يبقى دي elements. فين يا مستر؟ عندي صوديوم ان ايه، طبعا الحرف التاني لما يكون سمول دول بيكونوا رمز واحد، عشان قلت لك عد الكابيتال. ده الصوديوم، ده اسمه سلفر، وده اكسجين. يبقى انت عندك كام element؟ 3 يا مستر. طيب يعني انت الماده دي اللي هي اسمها صوديوم سلفيت، الماده دي اهي وليكن الطبق ده في صوديوم سلفيت، في موليكيولز من الصوديوم سلفيت. طيب الموليكيول ده عباره عن كام element، كم ماده يعني، كم element او كم اتوم لكم element. كم element الاول 3 elements اللي هم صوديوم وسلفر واكسجين، صوديوم وسلفر واكسجين. طب كم اتوم بقى؟ ده 2 من الصوديوم اهم، ان 2 غير لكم بس اللون، 2 من الصوديوم اهم يا مستر، واحده سلفر اهي يا مستر، واربعه اكسجين 1 2 3 4. يبقى كم اتوم؟ ادي 1 ادي 2 يا مستر، وادي 1 سلفر لان ما فيش هنا حاجه، يبقى كانها 1، يبقى كده 3 واربعه اكسجين يبقى 7. يبقى هاو ميني اتومز؟ 7 اتومز. تاني كده يا ولاد، يعني من الاخر كده، من الاخر الماده مثلا صوديوم سلفيت دي عباره عن ثلاث عناصر اتحدوا مع بعض، سلفر وصوديوم واكسجين. بس خدنا كام اتوم من السلفر؟ خدنا واحده. خدنا كام اتوم من الصوديوم؟ خدنا 2. خدنا كام اتوم من الاكسجين؟ خدنا 4. خلطناهم ببعض عشان نطلع صوديوم سلفيت، ماده اسمها كومباوند. هل هنا الاتومز سيميلر؟ لا يا مستر، دول ديفرنت. مين قال سيميلر؟ كل دول سيميلر. ازاي يا مستر؟ بالظبط كده. يبقى هما 3 elements، how many atoms؟ 7 atoms. هنشوف examples دلوقتي كتير تفهمكم قوي. طيب يبقى كده يا اولاد احنا عرفنا يعني ايه كومباوند، طبعا الديفينيشن كنا قلناها الحصه اللي فاتت، وعرفنا ان هو ميد اب اوف ديفرنت elements اند atoms زي ما انتم شايفين. طب يبقى انا عايز اعرف الاليمنتس يا مستر اعمل ايه؟ عد الكابيتال letters. طب عايز اعرف الاتومز، عد الارقام اللي تحتيهم. طب يا مستر هنا ما فيش رقم، كانه واحد، كانه 1، تمام. طيب تعالوا نشوف. يبقى طبعا الكومباوند موليكيولز هاف ديفرنت نمبر اوف طبعا ديفرنت نمبر اوف ديفرنت اتومز، عنده اتومز مختلفه. جيف ريزون او اكزامبل، مثال يعني يا اولاد، الووتر موليكيول كونسيست اوف تو هيدروجين اتومز. اه يا مستر في فعلا تو هيدروجين اتومز اهم، استنى نجيب القلم. تو هيدروجين اتومز وعندك كام اكسجين؟ واحده يا مستر. يبقى كلهم كام اتوم؟ 3 اتومز. طيب كام اليمنت؟ هيدروجين واكسجين. انا عد الليترز الكابيتال ليترز، يبقى 2 elements. يا رب نكون فهمناها 2 elements. تعالوا نشوف اكزامبلز كده، هي بقى اللي هتفهمنا ويبقى خلصنا الدرس بتاعنا. ركز معايا كده، مديك مثلا كومباوند زي الووتر رمزه ايه؟ H2O. هو هيديك الرمز ويطلب منك في الامتحان the number of elements and the number of atoms. عادي يا مستر. يلا النمبر اوف اليمنتس كام حرف في كابيتال يا اولاد؟ 2 يا مستر. يبقى دول 2 اليمنتس اللي هم مين؟ اللي هم الهيدروجين والاكسجين، صح يا مستر. طب كام اتوم؟ يعني الموليكيول الواحد بتاع الميه فيه كام اتوم من جواه؟ فيه 3 اللي هم ايه؟ 2 هيدروجين H2 اه، والاكسجين كام؟ قلنا لازم الفاضي يتعد واحد، يبقى 3 اتومز يا مستر. بالظبط 2 هيدروجين و1 اكسجين. تعالوا نمسك الكربون دايكسايد، انتوا اللي هتقولوا بقى كام اليمنت مستر؟ ده في حرفين كابيتال، يبقى 2 اليمنتس اللي هم مين؟ كربون واكسجين. بالظبط كده، يعني الكربون دايكسايد جاز ده عباره عن عنصرين اتحدوا مع بعض مختلفين طبعا، كربون واكسجين. طب كام اتوم بقى من الكربون وكام اتوم من الاكسجين؟ عد يلا معايا، كربون تحتها 1 والاكسجين 2، يبقى 3 اتومز 1 كربون اند 2 اكسجين. يلا نشوف اكزامبل تاني، هسيب لكم ان هسيب لكم اخر واحد تعملوه انتوا تقولوا لي في التعليقات يا اولاد، يعني اخر واحد ده هتقولوا لي انت تقولوا لي انتوا في التعليقات كام اتوم وكام اليمنت، اتفقنا؟ يلا امونيا جاز NH3 مستر كام حرف كابيتال؟ 2 نيتروجين وهيدروجين، يبقى كام اليمنت؟ 2 elements نيتروجين اند هيدروجين. طب كام اتوم بقى؟ والله عشان نعمل الامونيا جاز احتاجنا واحده اتوم من النيتروجين، يعني ذره واحده بس من عنصر النيتروجين،
وثلاثه من الهيدروجين عشان نعمل موليكيول واحد من الامونيا جاز اللي هو النشادر يا اولاد، اللي هي الناس بتشمها كده وبتفوق كده لما تكون مثلا مغمى عليها او حاجه. تمام كده؟ يبقى تقول لي يا مستر كم اتوم؟ 1 و3 و4 اتومز، 1 نيتروجين اند 3 هيدروجين. يلا بقى كلكم في التعليقات تقولوا لي الصوديوم كام اليمنت وكام اتوم، كام اليمنت نمبر اوف اليمنتس ونمبر اوف اتومز، قولوها لي في التعليقات ونحل بقى الامتحان الموجود على الفيديو ده عشان نشوف الناس فهمت ولا لا يا اولاد ان شاء الله. وفي بنات شاطرين كمان بيبعتوا لي الامتحانات بتاعتهم ما شاء الله عليهم، والولاد طبعا عايزين منافسه كده ما بينكم ان شاء الله. يا رب نكون فهمنا الدرس. الدرس ده ثلاث اجزاء، ممكن تتابع كل اللينكات او كل الاجزاء، موجود اللينكات تحت في الفيديو هنا. ولو اشتركت في القناه طبعا هتقدر تشوف كل الفيديوهات بتاعتك، تقدر تفتح القائمه بتاعت الفيديوهات كامله من القناه وتشوف كل فيديوهاتنا بالترتيب. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، بالتوفيق ليكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.